برنامج هذا الأسبوع السبت 20 أبريل جوهرة العرائش يستقبل النادي القصري بمدينة العرائش على الساعة 4:30، والرجاء يستقبل محيط أصيلة بالملعب البلدي بالعرائش على الساعة 2، يعني الرجاء ستلعب الأولى ثم تتبعها الجوهرة. يوم الأحد 21 أبريل الأندلس القصري يستقبل وفاء العرائش على الساعة 2:10 بقصر كبير. سوق الطلبة يستقبل مدرسة العرائش على الساعة 2 بالقصر الكبير. قسم الأول هو شطر الشمال شباب العرائش سيستقبل بمدينة العرائش بلدية تولال على الساعة 4. ثم في البطولة النسوية عصبة الشمال جوهرة العرائش يستقبل أسود تطوان على الساعة 2:10 صباحا. يوم الأربعاء 24 أبريل محيط أصيلة يستقبل جوهرة العرائش بأصيلة على الساعة 4، بينما شباب المضيق يستقبل رجاء العرائش على الساعة 4 بالملعب البلدي بالمضيق.